المغرب وصلت لكأس العالم، ما وصل الاتحاد المغربي لحاله، أو السعودية لما قدرت تقارع الأرجنتين، في دولة كاملة بتساندها. أنا رحت من كم من سنة، زرت الاتحاد، مقر الاتحاد المغربي على 120 دونم بغابة فيها 3 فنادق فقط لاستخدام المنتخبات ولمعسكراتهم، فيهم 8 ملاعب كرة قدم، كل شيء ممكن تفكر فيه، حتى بالمغرب للجيم، المركز الطبي يضاهي حتى بقطر بأسبيتار. هذا بس للمنتخب الأول؟ فقط لمنتخبات المغرب لا غير. بتشوف مركز عالمي كلفهم حوالي 120 مليون يورو ليبنوه، ما بتشوف زيه بأوروبا. فلما وصل المنتخب المغربي في منظومة كاملة وراء، لما تشوف منتخب السعودية إيش قدم، في منظومة. فنحن بحاجة فعلا كل شركائنا، شركاء النجاح بدي أسميهم، يكونوا ملتفين حول هذا المنتخب. فنحن ارتقينا أنه الكابتن حسين عموتة بتلائم طموحه، بتتلائم مع طموحنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة، وشفنا نجاح المدرسة المغربية. فالكابتن حسين عموتة جاي بكادر مغربي بالكامل. من الذي بحث عن الآخر؟ يعني التقت أنتم غاياتكم، أنتم بحثتوا عن حسين ولا حسين بحث لكم بحث عنكم؟ لا، إحنا كان في بحث من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونحط كرايتيريا ونعمل البحث، وبعد يعني الكابتن حسين رسل خيار عليه لأنه البروفايل تبعه متناسب وبتناسب مع خصوصيات المرحلة القادمة. كيف جاء حسين العمودي هيك فجأة؟ كيف؟ ما إجا فجأة يعني. في آخر بآخر فترة، وبالفترة القصيرة يعني، اشتغلنا عن بكتب إنه نحاول وندرس الخيارات المتاحة. بالآخر بدك أنت مدرب عنده خبرة مع المنتخبات الوطنية، خبرة الأندية لا تكفي، لأنه مدرب النادي عنده سنة كاملة وموسم كامل يشتغل على لعيبته، مدرب المنتخب عنده 40-50 يوم بالسنة، فبده يكون حدا عارف كيف يطلع يستغل الخامات ويقدر يحقق الإنجاز على الفترة التدريبية القصيرة. طبعا أكيد الثقافة بتختلف، يعني في مدربين دوليين متاحين وخبرتهم يعني أخذوا أكثر من منتخب على كأس العالم، لكن في خصوصية.